علمتني الحياة في ظل العقيدة أن أحب الحق وفلانا ما اجتمعا، فإذا افترقا كان الحق أحب من فلان ومن نفسي ومالي وأهلي وولدي والناس أجمعين. ها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يستجيب لدعوة الهدى والحق فيكون ثالث ثلاثة أسلموا، لكن إسلامه لم يمر هينا سهلا، وإنما تعرض الفتى لتجربة من أقسى التجارب أنزل الله في شأنها قرآنا يتلى. لما سمعت أمه بخبر إسلامه ثارت ثائرتها، يقول وكنت فتى برا محبا لها. قال فأقبلت تقول يا سعد ما هذا الدين الذي اعتنقته فصرفك عن دين آبائك وأجدادك؟ لتتركن هذا الدين أو لأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت، فيتفطر قلبك حزنا علي ويأكلك الندم في فعلتك التي فعلت ويعيرك الناس بها أبد الدهر. قال قلت يا أماه لا تفعلي، فأنا لا أدع لديني لشيء. لكنها نفذت وعيدها وامتنعت عن الطعام والشراب أياما، كان يأتيها ويسألها أن تتبلغ بقليل من طعام أو شراب فترفض ذلك. فما كان منه ذلك اليوم إلا أن جاءها وقال يا أماه إني لعلى شديد حبي لك أشد حبا لله ورسوله، والله لو كانت لك ألف نفس فخرجت منك نفسا بعد نفس ما ارتدت عن ديني، فكلي أو دعي. فلما وضعها أمام هذا الأمر ما كان منها إلا أن أكلت على كره منها، فأنزل الله عز وجل فيه وفيها وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.